ياسر بيطار، منظمة الفاتحة بريف اللاذقية. الحمد لله رب العالمين، استطعنا منظمة الفاتحة تقديم 165 كارت الكتروني لأهلنا بالمخيمات ريف اللاذقية. الحمد لله رب العالمين، هذا الكارت فريد من نوعه في المنطقة. هذا الكارت له قيمة محددة، فينا العائلة تستفيد منه مدار الشهر. الغرض اللي لازم له فينه يشتري فيه مثلا حليب، حفوضات، فروج، مواد غذائية، مواد تنظيف، كله عن طريق الماركات اللي تعاقدت مع منظمة الفاتحة بريف اللاذقية. الحمد لله، إن شاء الله نسعى جاهدا لرفع المعاناة عن أهلنا في المخيمات. بعد شكاوي يعني بلغتنا من كذا عائلة إن الكرتونة عم تجي دفعة واحدة لإلهم، في مواد عم تتلف يا، وفي مواد يا أخي على الشوب وعلى كثرة الحار ما عم يستفيدوا منها وما عم يقدروا ياكلوها، وفي حشرات، يعني هاي الشغلات كثير اجتنا شكاوي عليها. وان شاء الله نسعى جاهدا بهالكرت هذا انه يعني هالعالم كله تستفاد منه. احنا مخيمات ريف اللاذقية كانت تجينا سلة، يعني اكثريتها تتخزن، لا في براد ولا في شيء، وبالشوب وبهالشيء. بس هلا هيك الله يجزيهم الخير، المنظمة وزعت لنا كروت بقيمة 20,000، صرنا نجي ناخذ حوائجنا، يعني اللي بدنا اياه ناخذ، ونرجع كمان ناخذ اللي بدنا اياه كل فترة. يعني هيك شغل تمام مظبوط هيك بالمية مية، وإن شاء الله يظل على طول على أحسن إن شاء الله بإذن الله، والله يجزيهم الخير. يلا